السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. نطوف بكم في أروقة الصحافة الإلكترونية المحلية وأيضا الصحافة والمواقع العربية ووكالات الأنباء المهتمة بالشأن اليمني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز ما تناولته الصحافة من عناوين مع الصحفيين والمحللين والكتاب، واستعراض أهم مقالات الرأي والتحليل وأبرز مواضيع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين موقع سبتمبر نت. سبتمبر نت، غارات تستهدف الميليشيا في عسيلان، التحالف يستهدف مواقع وآليات للميليشيا في البيضاء، صالح يتنصل عن شراكته في إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة، الفرق الهندسية تواصل نزع الألغام بجبهة الغرينيل شمال جوف، نائب الرئيس يشيد بالعلاقات الثنائية بين بلادنا والصين، نائب الرئيس يدين الهجوم الإرهابي على منزل أديب العيسي، الجامعة العربية ترحب بأي جهود لتقديم الإغاثة لليمن، محافظ النحوي يدين اختطاف الميليشيا 4 أطفال وزجهم في معارك البيضاء. إلى عناوين المواقع الإلكترونية المحلية، والبداية من موقع المصدر أونلاين. المصدر أونلاين، مقتل وإصابة 8 أشخاص في تفجير استهدف مبنى وزارة المالية في عدن. قال إنها أداة لتمرير خطة كيري خارج المرجعيات. مصدر حكومي، لا نعترف بالرباعية. قتلى وجرحى حوثيين بمعارك ضد القوات الحكومية في الجوف وغارات للتحالف بالبيضاء. قيادة المحور تعز، ما جرى شأن عسكري بحت جاء نتيجة تدخل سلبي من خارج مؤسسة الجيش. حوثيون يخطفون 5 مدنيين عقب مداهمة قرية في البيضاء ويجبرون الأهالي على النزوح. الحوثيون يفجرون منزلا في صبر جنوب غرب تعز بعد سيطرتهم على منطقة عبدان. نقابة الصحفيين تدين اعتداء الحزام الأمني على صحفي ومصور في عدن. مار برس، من بين 600 متنافس شاب يمني يفوز بجائزة أبطال الأرض للشباب. إصابة مسؤول يمني جفي برصاص كتائب أبو العباس بتعز. بريطانيا تستضيف اجتماعا خماسيا حول اليمن. يمن مونيتور، الخماسية الدولية تدعو إلى وضع حد لهجمات الحوثيين الباليستية على السعودية. هل تحاول إيران تضخيم العملة اليمنية كأداة حرب؟ موقع أمريكي يجيب. الإصلاح نت، بيان لرابطة الأمهات يدين مقتل مختطف تحت التعذيب في سجون الحوثي وصالح. أمين عام الإصلاح يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف منزل العيسي بعدن ويعزف الضحايا. أمهات المختطفين يستغطن لإنقاذ 372 مختطفا معرضون للموت في سجون الحوثي وصالح. الهيئة التنفيذية للتحالف السياسي لدعم الشرعية تدين أحداث تعز وتدعو السلطة والجيش والأمن لتثبيت الأمن. الصحوانت، مفخخة تستهدف مبنى وزارة المالية في عدن وسقوط قتلى وجرحى وتضرر منازل مجاورة. اللجنة الرباعية، استمرار تصريح الحوثي انتهاك لقرارات مجلس الأمن وتهديد لأمن المنطقة. الصحة العالمية تقول إنها مصدومة جراء وفاة أطفال في اليمن بوباء الدفتيريا. المخلافي، نحتفظ بحقنا في قبول أو رفض نتائج اجتماعات دولية لا نشارك فيها. غارات على موقع ميليشيا الانقلابية في قريشة بالبيضاء وعسيلان بالشبوة. بعد أن أعدمت زوجته ونجوه في أكتوبر، الميليشيا تفجر منزل التربوي طه فارع في تعز. وكالة سبا، نائب رئيس الجمهورية يلتقي السفير الروسي لدى بلادنا. الشاب اليمني بادخن يفوز بجائزة أبطال الأرض. العاصمة أونلاين، تقرير الحوثيون سبب تفشي وباء الدفتيريا في اليمن. ميليشيا الحوثي تفرض جبايات نقدية على إغاثة مقدمة للمعلمين في صنعاء.
محور تاز نجرى بمقر الشرطة العسكرية نتيجة لتدخل سلبي من خارج مؤسسة الجيش. صنعاء بين سندان فوز المجتمع ومطرقة التحشيد الطائفي لميليشيا الحوثي. إلى أبرز عناوين الصحافة العربية ووكالات الأنباء المهتمة بالشأن اليمني. الوطن السعودية، عصائب الحسين ترهب اليمنيين. الجامعة العربية تدعو لسرعة معالجة دمار الانقلابيين. الشرق الأوسط، الجيش اليمني يدمر آليات الانقلابيين في البيضاء والحوثيون يردون بخطف السكان. بن دغر يؤكد سعي الحكومة لمحاربة الإرهاب في اليمن. عقاد السعودية، اجتماع لندن حول اليمن، من حق الرياض الدفاع عن نفسها. وكالة الأناضول، الصحة العالمية مصدومة جراء وفاة أطفال في اليمن بوباء الدفتيريا. الأمم المتحدة، اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف لتحسين الوصول الإنساني لليمن. وكالة واس، نائب الرئيس اليمني يلتقي مسؤولا تركيا. الاجتماع الدولي الخاص باليمن في لندن يؤكد حق المملكة في الدفاع عن أمنها. وكالة رويترز، سكان، انفجار سيارة ملغومة أمام وزارة المالية اليمنية في عدن. ولتسليط الضوء على أبرز الأخبار التي تناولتها المواقع الإلكترونية والصحف العربية، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي عبد الرقيب الهدياني للحديث عن أو لقراءة تلك الأخبار. من المصدر أونلاين نقلنا عن مقتل وإصابة 8 أشخاص في تفجير استهدف مبنى وزارة المالية في عدن. مرحبا بك عبد الرقيب. يا أهلا وسهلا. في المصدر أونلاين أوردت عن التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة المالية، برأيك ما دلالة هذا التفجير ومن يمكن أن يقف وراءه، حيث أنه يستهدف أيضا عصب الحياة في الحكومة الشرعية وهو المال؟ تعيش عدن عاشت الأسبوع الجاري سلسلة أعمال عنف وتفجيرات وأعمال اغتيالات. تحدث اليوم رئيس الوزراء عن هذه الأعمال وبالذات استهداف مبنى المالية، وقال أنه يستهدف نشاط وأداء الحكومة الشرعية ومحاولة عرقلة عملها ووظائفها أمام المواطنين. من هي الأطراف التي لها مصلحة في عرقلة نشاط الحكومة؟ الأطراف التي لها مصلحة في أن لا تنهض الحكومة بواجباتها في عدن هم انقلابيون وما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي يصعد صراحة ضد الحكومة ويتهمها بالفساد ويحشد لإسقاطها. اليوم لديه مظاهرة أو مهرجان في تويتر لإسقاط حكومة. هل يمكن أن تنطلي على الناس هل يمكن أن تنطلي على الناس تهمة الفساد، وقد عرف العدنيون على وجه الخصوص فساد المقال عيدروس الزبيدي، وقد أيضا أظهره خلفه المحافظ عبد العزيز المفلحي في تصريح له لوسائل الإعلام؟ أبناء عدن يدركون أن المرحلة التالية لعيدروس الزبيدي كانت هي الأفضل، وأن مجمل وعود رئيس الحكومة لعدن بالخدمات قد تحققت وتحسنت، ولكن حتى الحضور اليوم للمجلس الانتقالي في الساحة الموجودة بمناسبة رهيم نوفمبر هو حضور حزين، ولكن الباب مفتوح والساحة مفرغة لهؤلاء أن يعبثوا وأن يسوقوا الوهم للمواطنين وأن يمارسوا عرقلة وصناعة الفوضى وتوفير الأجواء هنا في العاصمة المؤقتة. وهل تعتقد أن هناك سيناريو مماثل يتم
حياكته لعدن والحكومة الشرعية كما حدث في 2014 في صنعاء، يعني احتجاجات للحوثيين بحجة فساد الحكومة كما كانوا يدعون وبحجة الجرعة وغيرها، وتبين الجميع الحقيقة. هل تعتقد أن هناك سيناريو مماثل؟ هي محاكاة لما حصل من قبل الحوثيين، تحدثوا عن الجرعة وعن فساد الحكومة ولكنهم أسقطوا الدولة وقطعوا على المؤسسات وتهنا في هذه المأساة من الحرب. اليوم نحن نشهد تفردا حقيقيا في عدن من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وللأسف يدعم ويرعى من قبل أقراص من التحالف أمام صمت من قبل الحكومة الشرعية. عدن اليوم على كف تريف الإرهاب، التصعيد، توتير الأجواء، ولكن متى ستتحرك الحكومة الشرعية لتمنع هذا العبث الواضح الجني أمام المواطنين؟ لا نجد في هذه الخطوات التصعيدية أنها تخريبية وأنها انتقامية ولا تصب في مصلحة عدن ولا أمنها ولا استقرارها ولا مصلحة المواطنين، وإنما تخدم وتتخادم مع الإنقلابيين هناك في صنعاء، وبالتالي على الحكومة أن تقوم بواجباتها وأن تمنع هذا العبث وهذه الفوضى التي عنوانها المجلس الانتقالي هنا في عدن، وهم مجموعة من الفاسدين الذين عينهم الرئيس عبد الله منصور هادي في وظائف حكوميه على محافظات عدن وشبوه وحضرموت واخلوا بمسؤوليتهم الوطنيه في اداء مهامهم. نعم، اذا ما انتقلنا الى موضوع اخر تناولته ايضا الصحافه، سواء الصحافه المواقع الالكترونيه اليمنيه وايضا العربيه، عن الخماسيه الدوليه التي اجتمعت في لندن والتي تدعو إلى وضع حد لهجمات الحوثيين الباليستية على السعودية، والتي تؤكد على دعمها لمساعي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. برأيك يعني ما قراءتك لهذه الدعوة ولهذه المساعي، أم أنها تحصيل حاصل؟ يعني لا يوجد ضغط حقيقي من أجل إحلال السلام في اليمن ودعم القرارات الدولية؟ أنا قرأت بيان الصدر عن الاجتماع، هو تحدث عن يعني جوانب سياسية وإنسانية وأمنية، وبالتالي كان العنوان محاصرة أو التحقيق في الهجمات التي قصدها الحوثيون على الرياض، ويعني منعهم من الحصول على تهريب السلاح. هي إجراءات ليست بالمستوى الذي يرقى إلى الحدث الموجود اليوم. تحدثوا كذلك ضرورة وصول المساعدات إلى المواطنين في كل الوطن اليمني. البيان كان باهتا وتحصيل حاصل. نحن اليوم أمام جماعة إرهابية انقلابية تعبث بالداخل وتعبث بالجيران، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن تكون له كلمة حقيقية لمنع المأساة. لا يكفي هذه الإجراءات. برأيك لماذا يتجاهل المجتمع الدولي؟ نعم، إضافة لماذا يتجاهل المجتمع الدولي عن المأساة الحاصلة في تعز، عن الحصار المستمر لثلاث سنوات؟ يعني قامت الدنيا ولم تقعد لمنع طبعا وصول الطائرات إلى المنافذ، سواء إلى مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكنهم صامتون وبلا أي تنديد أو استنكار لما يحدث لتعز من حصار مستمر لثلاثة أعوام. يعني على ماذا يدل هذه الازدواجية؟ هو هذا الاجتماع جاء لإنقاذ الإنقلابيين في صنعاء بعد الحصار الذي فرض عليهم من قبل التحالف ومن قبل الشرعية، وجاءت تلك العبارات كالحق الإنساني للمواطنين ومنعهم من التهريب والتحقيق من قبل المجتمع الدولي في مصدر الصواريخ كتحصيل حاصل، بينما الهدف العام مستفيد من هذا الاجتماع ومن مخرجاته إنما هم الانقلابيون الذين ستعاد لهم الشرايين وتشغيل الممرات البحرية والجوية، ولكن المجتمع الدولي أو هذا الاجتماع لم يكن منصفا، لم يكن شاملا لمجمل الأوضاع الموجودة هنا
في الوطن اليمني تعز التي ذكرتها، وهي تتعرض لحصار طويل لم تذكرها الاجتماع الرباعية. وبالتالي نحن في نصف دقيقة يمارس الازدواجية وليس منصفا مع أستاذ عبد الرقيب. نعم أستاذ عبد الرقيب، في نصف دقيقة لو سمحت، لأن الوقت يداهمنا ولم يعد لدينا المزيد من الوقت. في تعز بالأمس تم تفجير منزل التربوي المكلوم التي أعدمت زوجته أيضا ونجله في مطلع أكتوبر الذي هو طه فارع، تم تفجير منزله من قبل الانقلابيين. ما تعليقك في نصف دقيقة؟ الانقلابيون هذا هو منهجهم وهذا هو مشروعهم وهذه مخرجاتهم، التفجير وليس غير التفجير وقتل اليمنيين. وبالتالي نحن اليوم بحاجه الى تحرك دولي يربي يعني هذه يقف امام هذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي يعاني منها اليمنيون للعام الثالث على التوالي امام طمس وامام تخاذل من قبل المجتمع الدولي. أشكرك عبد الرقيب الهدياني الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال المحرر السياسي لموقع الإصلاح نت والذي عنوانه بالانقلاب الوقح، حيث كشف عن هدايا مسيرة الحوثيين لليمنيين بمناسبة احتفالاتهم بالمولد النبوي والمتمثلة في جرعة الموت، وعن الالتزام الوحيد وكشف عن الالتزام الوحيد للانقلابيين تجاه اليمنيين. ها هم الحوثيون قد شرعوا بتزيين شوارع العاصمة صنعاء بالخرق البيضاء والخضراء احتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما هديتهم للشعب اليمني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا فلم تكن جنوحهم للسلم والإعلان عن قبولهم الدخول في مفاوضات سياسية جادة مع الشرعية لوقف الحرب ووضع حد لمعاناة اليمنيين أو مسارعتهم لوقف انهيار العملة المحلية والتلاعب بالأسعار وتغول الفساد والكف عن نهب المال العام وإطلاق مرتبات الموظفين أو منع السوق السوداء وعودة جاهزية لمؤسسات الدولة لخدمة المواطن وإعادة ثقته بها. كلا، لا شيء من ذلك، وحاشاهم أن يتذكروا المواطن اليمني في مثل هكذا مناسبة أو أن يدخل السرور على قلبه أو يخفف من أعبائه أو يحسن من أوضاعه، فتلك ليست مهمتهم ولا تدخل في نطاق اختصاصهم ولا يجيدونها أصلا، ولا يعرف عنهم منذ استولوا على السلطة أنهم وقفوا إلى جانب الشعب ونصروا قضاياه ورعوا مصالحه، حتى شعاراتهم الزائفة التي تسلقوا عليها رموا بها عرض الحائط. هدية اليمنيين التي قدمها لهم الانقلاب الوقح بمناسبة ذكرى مولد صلى الله عليه وسلم كانت رفع أسعار البترول وتثبيتها رسميا عند 8300 ريال ضمن سلسلة جرعاتهم المتواصلة ومتاجرتهم الوقحة بمعاناة اليمنيين التي يعتشون عليها ويجنون منها مئات المليارات. هذا هو الالتزام الوحيد للانقلاب الوقح تجاه الشعب اليمني الذي يئن تحت وطأة عصابة الحوثي وصالح الإجرامية التي وجدت في الانقلاب فرصتها للمتاجرة بمعاناة الناس والتضييق عليهم وابتزازهم وجني المزيد من الأموال وتكديسها في البترونات وشراء العقارات والبيوت والسيارات الفارهة والإفراء من نهب موارد الدولة، فيما الشعب على شفا المجاعة ينهشه الجوع والفقر والمرض وتفتك به الحرب العبثية للحوثيين الذين يبنون له المزيد من المقابر. لم يلتزم الحوثيون وشركائهم في الانقلاب بما تفرضه عليهم المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه من يحكمونهم، وإن في مقابل السلطة التي يريدون منهم أن يعترفوا لهم بها، وعوضا عن ذلك تخلوا بكل وقاحة وخسة عن مسؤولياتهم كسلطة أمر واقع تجاه الناس، وأمعنوا في الغي والفساد والنهب والسلب والسرقة بسيف السلطة وجبروتها، فكان ذلك حظهم الوحيد منها ليؤسسوا بذلك واحدة من أغرب سلطات العالم، سلطة بلا مسؤولية. المحرر السياسي للإصلاح نت يكتب عن الميليشيا المتجردة عن الأخلاق العارية من أي ضمير التي تمعن بالاعتداء والنهب واللصوصية تحت لافتات متعددة ومتنوعة،
ويؤكد في مقاله عن انقلاب الوقح عن الطريق الأسلم لليمنيين لانتزاع حريتهم والانتصار لكرامتهم ودحر الانقلاب الوقح حسب تعبيره. تلك هي حقيقة الانقلاب الحوثي العفاشي الوقح المتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية، سلطة بلا مسؤولية تريد كل شيء ولا تلتزم لشيء، سلطة لا تراعي حقوق الناس ومصالحهم بل تعتدي عليها وتنهبها، ولا تقدم أي خدمات للشعب بل تعتبره مصدر جباية وإثراء لمشروعها الفاسد، سلطة لا ترى في الدولة ومواردها سوى غنيمة وحق حصري لها تشرعنها خرافات الولاية وترهات الرصايا، سلطة لا تلتزم بأمن المواطن وحمايته بقدر ما تمثل تهديدا خطيرا عليه وأطفاله، فتمارس التعسف بحقه وتلفق لهم التهم الكيدية وتزج به في سجونها ومعتقلاتها السرية ثم تساومه وتبتزه مقابل إطلاقه، سلطة تمارس الإدارة بالأزمات وتحيط المواطن بها من كل جانب ليظل أسيرا ومقهورا لها، فإما أن يموت كمدا وقهرا جوعا ومرضا، وإما أن يموت في معاركها العبثية وجبهاتها العسكرية الخاسرة وقد تغتاله رصاصة خائنة من الخلف، سلطة لا توفر للمواطن فرصة عمل ولا تعليم أو دواء مجاني وتمنع عنه حتى المساعدات الإنسانية القادمة من وراء الحدود وتبيعها في السوق السوداء ليموت هو حسرة وقهرة. تلك هي سلطة الانقلاب الوقح، وذلك هو الشعب الذي يريدونه، يريدون شعبا تقع عليه كل الواجبات ولا حق له في شيء، شعب مقاتل لأجل بقائهم حكاما متسلطين عليه فيما يبقى هو تحت وطأة استبدادهم وإرهابهم، يذله الجوع والفاقة والمرض والمجاعة، ولا شأن له بتلك المليارات التي ينهبونها باسمه، وإلا فهو إرهابي داعشي أو طابور خامس، سلطة انقلابية مدمرة للحياة ولكرامة الإنسان لم يسبق لها في التاريخ مثيلة، تفرض على الشعب أن يعي جيدا ويؤمن بحق أن الحرية لا تهب بل تنتزع. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية الصحفي والمحلل السياسي عبد السلام محمد، حيث كتب على صفحته في الفيسبوك عن كتيبة المخلوع الإعلامية التي تتدثر بالشرعية ومهمتها في تشويه الحقائق والإساءة للجيش الوطني، مستذكرا ذات سيناريو الكذب والتدليس الذي رافق اجتياح الحوثيين لعمران. كتيبة صالح الإعلامية داخل الشرعية دورها هذه الأيام ملشنة الجيش وتشجيع الميليشيات على استهداف القادة العسكريين ومعسكرات في تعز، أداء إعلامي نسخة طبق الأصل من ذلك الذي حصل ضد اللواء 310 وقائده حميد القشيبي أثناء الدفاع عن عمران من غزو ميليشيات صالح والحوثي 2014. لا زال هؤلاء يحنون لأقدام صالح ويتحدثون عن اليوم الأسود بانضمامهم إلى ثورة الشباب فكتبت تقارير تحت التمرين. الصحفي خالد العلواني كتب عن الغباء والحماقة الذي يتصدر الصراع العبثي في تعز، بينما المدينة تواجه أخطارا محدقة تطوقها من كل صوب وليست بحاجة إلى مقامرة متمرد آخر يقف في خندق الإنقلابيين ضد عودة المدينة إلى وضعها الطبيعي الذي يليق بها. ممتلكات آل حميد الدين هي ممتلكات الشعب اليمني. منذ أيام صرح أكرم حميد الدين أن عددا من المباني الحكومية في صنعاء وغيرها هي ممتلكات خاصة بهم، وأن الجمهورية استولت عليها وعليهم دفع إيجار هذه المباني 55 عاما الماضية، والتي قدرها 500 مليار ريال، حوالي 1.25 مليار دولار. طيب، هل يتكرم علينا أكرم حميد الدين ويقول لنا من أين أتتهم تلك الممتلكات وكيف ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وما الذي كان يمتلكه جده محمد حميد الدين في العام 1880 حين بدأ يعارض الدولة العثمانية؟ وإذا ثبت أن لهم ممتلكات في صنعاء في ذلك الوقت فهي حلالا لهم،
أمام استولى وبسطوا عليه بعد وصولهم إلى السلطة بعد العام 1918 فهي من ممتلكات الشعب، ولا نعلم أن أحدا منهم اشتغل بالتجارة حتى نقول أنه كسب مما تاجر به. الفوضى القائمة الآن لن تدوم ولن تؤسس لشرعية الغاب ولن يعود التاريخ إلى الوراء. المنشور السابق كان للناشط عبد الرحمن حيدر، والذي تحدث فيه عن مطالبة بقايا ومخلفات الإمامة عن ممتلكات يقولون ويدعون أنها أن الدولة والجمهورية أخذتها، لكنها هي ممتلكات الشعب على أي حال. معي إلى الصحفي خالد العلواني، حيث كتب عن الغباء والحماقة الذي يتصدر الصراع العبثي في تعز. أغبى الناس وأكثرهم حمقا من يتصارعون على مقود القيادة فيما السفينة تغرق، فيشغلهم الصراع عن الواجب ويوجد عليهم الموت غرقا غير مأسوف عليهم. الشاعر والناشط عامر السعيدي كتب عن الأحداث في تعز وعن أراجيف الأحزاب الصغيرة التي تساند التمرد على الدولة والجيش الوطني في تعز، مذكرا إياهم بخطابهم المساند إذن عن الصحفي وديع عطا، والذي حذر من سيناريو مشابه لتعز مشابه لما يحدث في عدن من اغتيالات وما شابه ذلك من فوضى. ما يجري في عدن هو ما سيجري لتعز إذا ما تقاعس حراسها عن حمايتها. حفظ الله اليمن. الناشط شاكر الضحياني طالب الحكومة بأن تضبط الأمن والاستقرار وأن توكل الأمن لمن يحمي المحافظات المحررة من عبث الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية. على حكومة الشرعية أن تختار من يدير الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وأن يتم توظيف كوادر أمنية تضبط الجريمة قبل وقوعها. مسلسل الاغتيالات في عدن الحبيبة لا نريده، ولا نريد أن يعود الزمن إلى ما قبل 1986. أين الحكومة وأين الكوادر في أجهزة الأمن؟ هل يعقل بأن المحافظات المحررة أصبحت راية للإرهاب وإرهاق أرواح الأبرياء والمناضلين؟ الشعب يريد توضيحا لكل ما يدور في الوطن. إلى الشاعر والناشط عامر السعيدي، حيث كتب عن الأحداث في تعز وعن أراجيف الأحزاب الصغيرة التي تساند التمرد على الدولة والجيش الوطني في تعز، مذكرا إياهم بخطابهم المساند لاجتياح الميليشيا لليمن بحجة محاربة الإصلاح. ليش أولاد الناصر والاشتراك يكرر نغمتهم كلما بدأت عصابة تمط رأسها وتشهر سلاحها ويمكننا الصراع الرجعية والإسلاميين وميليشيا الإصلاح؟ في تعز الرفيق أبو العباس السفاح أصدر بيانا واضح وصريح قال فيه إن مشكلته مع الأمن ومحور تعز والرفاق يمكنها ميليشيات السلفيين والإصلاح. ما زالوا مصممين أنهم يتعاملوا معنا كما عطوهين لا نفهم شيء، وهم بس اللي عميقين وفاهمين ويعرفوا كل ميليشيا ورجعية. نائب رئيس الدائرة الإعلامية الأستاذ عدنان العديني في تغريدة له على صفحته في تويتر أكد موقف الإصلاح الثابت والواضح ضد أي ميليشيا خارجة عن القانون مهما كان الرداء والقناع الذي تتستر خلفه، محذرا من دعمها أو مساندتها لما لها من خطر محدق على تعز، مؤكدا استحالة خذلان تعز. سوف نسجل موقفنا الجلي والواضح من الميليشيات الخارجة عن القانون كما فعلنا من قبل، ويوما ما سيدرك من يدعمها أي كارثة تسبب بها لتعز. الإنسان في النهاية موقف يحسب له أو عليه، وليس عليه إلا أن يختار لنفسه ما يشاء. لن نخذل المحافظة التي لطالما كانت للدولة مدد. إلى الصحفي والناشط محمد مهيوب، حيث كتب تغريدة على حسابه في التويتر إلى أيضا الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري، حيث كتب عن النخب الحزبية التي تساند العنف والتمرد.
قامت ميليشيات الحوثي والنخلو صالح صباح يومنا هذا بتفجير منزل الأستاذ التربوي طه حسن فارع بوادي الجيرات عزلة عبدان شرق القبر، وذلك بعد إعدام أسرته قبل شهرين ضربا بالرصاص من قبل ميليشيات الحوثي والنخلو صالح بقيادة متحوط شرقي صبر والمتحوط الأكبر صاحب الأشعاب. التغريدة السابقة كانت عفوا ولخلل فني كان لمحمد مهيوب حيث كتب عن تفجير منزل التربوي طه فارع. أما عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري حيث كتبت عن حادثة التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن وعن الجريمة العمياء التي تستهدف كل شيء. مررت قبل نصف ساعة بجوار سوق القاد بخور مكسر الذي تم تفجيره فجر اليوم. قبح القتلة والإرهابيين ليس له هدف سوى الرعب وإثارة الفزع في عدن. ضحايا هذا العمل الإرهابي عمال وباعة أبرياء قدموا من محافظاتهم لغرض كسب الرزق ولم يجدوا مكانا للنوم سوى بساطاتهم والرصيف. الكاتب والباحث نبيل البكيري كتب تغريدة على صفحته في تويتر عن النخب الحزبية المتسخة بمساندة العنف والتمرد وعلاقة الاغتيالات في عدن ورعاية الفوضى في تعز. التزاوج العجيب بين نخب حزبية تصور نفسها بأنها تقدمية مع جماعات العنف السلفية ليست نتيجة للهدف الواحد وإنما نتيجة للممول الواحد الذي يستخدمها، فتحريك خلايا الاغتيالات بعدن له علاقة بتحريك ميليشيات متطرفة بتعز لنشر الفوضى وإضعاف الشرعية، ومن يتناهى مع هذا الدور هو شريك بهذه الفوضى. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله.